اشكون بالشخص اللي معون؟ حكم شاهدين ينسى كيما كل ليلة العشية والمعون في راس عقيلة. اشكون بالشخص المعون؟ ايا وينكم يا مزيانات؟ ليلة العيد جيت يا اما غدوة ولا بعد غدوة، ان شاء الله عيدكم مبروك وتكونوا ديما فرحانين، وان شاء الله ربي يحييكم لمثاله وتعديوه في خير كبير وصغير واللي يدوي على حصير. هذه فرصة باش تفكروا الحباب وتتلم العائلة والاصحاب، وحتى البعيد عليكم ان شاء الله ربي يلم الشمل وتعديوا العيد قراب. قولوا امين. انا رمضان السنة تعدى على راسي ما تعدى، كل ليلة الغش والعرك والمعون والفدة، اما الدايم ربي الكل يقعد كليم، والحمد لله تعديت على خير الايام. الفايدة ان شاء الله ربي يقبل منا اعمالنا والصيام، اما حتى سي محدين رمضان السنة عملت فيه كل نهار موضوع يتنرفز عليه، حتى هو قديش على اعصابه ربي يهديه، بالرغم يعرفني على نيتي مش بالعاني شي نعمل فيه، ويعرفني هو قديش نحبه ونقدره ونموت عليه، وهو زاد الحقيقة ياسر يحبني ومتحملني، واليوم 29 رمضان حب يعمل لي مفاجأة ويدلني. أي اسمعني مليح يا عقيلة، من غير ما تطيب شقان الفترة الليلة. علي سي محدين ما تقوليش مستدعين ولا عنا وين ماشيين؟ لا أنا اللي باش نطيب العشاء، ما عنا وين ماشيين. أنتي باش تطيب؟ تفتلك ولا بجدك يا سي محدين؟ وراس مرتي الغالية نور عينيا، العشاء الليلة عليا، أنتي رمضان كامل تعبة، دونك يزيك الليلة ندلل مرتي ونفرح بيك، وزيد عندي برشا عطاطيب، ماك تعرفني فنان خاصة في البريك، دونك حضر روحك الليلة العشاء بنين، نودك ولنشهيك. يا سي محدين ربي خليك. الحمد لله يا ربي تعبي ما مشاش خسارة، حتى انا فديت ومليت من التطيب وكل ليلة دبارة. الليلة راجلي باش يفرح بيا ويدللني شماتة في النبارة، اللي يقولوا عقيلة راجلها ما يحبهاش وديما منرفز وعلى اعصابه مكشاش، اما اللي راجلي موت عليا ودقت الشوكة ما يتيقاش فيا، ربي يحميه ويفضله ويخليه ليا. اليوم لا تطيب ولا معون باش نرتاح ونرتاح يديا، وقعدت اختكم شيخة تقول ملكة ولا البيا، ومرتحت البال اخترني نعرف تطيب سي محدين مجدود وبني، يا حسرك كنا مخطوبين وخاصة اول عام وحنا معرسين، كان ديما يطيب لي حاجة حارة وحلوة مش كيما ولينا توا. اما لي مش مشكل مادام ربي هديه وليلة بشي طيب هو راجلي محليه. ومشيت اختكم للبيت ارتحت والتكيت والتلفزة حليت، وقعدت نبدل من قناة القناة نتفرج البرامج الكل والأفلام والمسلسلات، حتى لين ساعة شقان الفطر جيت، وقعدنا على الطاولة نلقاها تبارك الله خيرات كل ما تشتهي العين. يعطيك الصحة يا سي محدين. صحة وبشفاء لكم يا عقيلة، ان شاء الله يطلع بني. ترحم ذوق. ما شاء الله على راجلي ملا بنا وملا فن وملا ذوق. صحة صحة، زيد كلك السباجيتي وحط عليها الفرماج من فوق. والله بنينة تبارك الله عليك، ملا راجلي هذا ياسر فخورة بيك. عايش مرتي، هاو كنحاول نعاونك ساعة ساعة في الدار، شكون عندي أنا بخلافك أنت والصغار. وكملنا كلينا الماكلة البنينة والحمد لله شبعنا وتحنينا، وين قمت ماشي للكوجينة يا اخي سي محدين؟ قال لي هالكلمتين. يا لله انا ماشي بحث اصحابي يستنوا فيا، هاكا طيبت العشاء وعملت اللي علي، انت توا بايك المعون كمل اغسله عليا، يا عقول البيا وربي خليك ليا. يا راجل ما كنت محليك وتحفون ليه وقالي هالكلمتين وخرج يجي يحكي في التليفون، زيد رمضان السنة الزهر محنون، ناري عليك يا عقيلة على سعدك المغبون، رمضان هذا تعدى ورمضان الجاي ان شاء الله نتقابله، والسؤال باش يقعد هو بيدو اشكون باش يغسل المعون؟ اشكون باش يغسل المعون؟ اشكون باش يغسل المعون؟